بشكرك جدا ومليون مبروك على الحمد الكونفدرالية. لله، يعني الف مبروك لكل نادي الزمالك. البطوله الاهم اللي كنا مستنيينها بالظبط الموسم ده، او كانت الهدف الرئيسي لنادي الزمالك في الموسم ده، طبعا بعد البدايه في الدوري كانت تخبطات، كانت الدنيا شويه مش متظبطه، فكان الهدف الرئيسي جوه الفرقه كانت الكونفدراليه، والحمد لله ربنا كرمنا كنا مع وحققنا بعض احنا في لقاء قبل لقاء ابو سليم. بعد لقاء ابو سليم الماتش الثاني الحمد لله، وكنا برضو اتكلمنا عن اهميه البطوله، وان الزمالك ماشي فيها بشكل كويس، وان كان كل الناس جوه النادي مديه البطوله دي الاولويه، فالحمد لله في النهايه الهدف اتحقق وتوجنا باللقب الحمد لله. الحمد لله. وكانت المشوار يعني كنت شايفه الزمالك بصراحه طول المشوار لا عنده الاصرار والعزيمه والروح بتاعت احنا عايزين البطوله دي. بالظبط، هو يعني لما يعني الناس جوه نادي الزمالك او الفريق بشكل عام مع اختلاف الاجهزه الفنيه، لما بيحطوا في دماغهم هدف ان احنا يا جماعه احنا هدفنا البطوله دي، او هدفنا ان احنا نحقق الانتصار في الماتش ده، يعني الناس كلها بتموت نفسها عشان نحقق الهدف ده، صح. وده اللي حصل في الكونفدراليه. يعني مهما الفرقه عدت بصعوبات في البطوله وماتشات صعبه، حسينا ان الدنيا بتروح شويه، لا بترجع تاني. ماتش دريمز مثلا هنا الدنيا اتصعبت علينا في نص النهائي جامد، لما الماتش خلص تعادل سلبي ماتش الذهاب، فالناس قالت لك الماتش الاياب هناك في ملعب في غانا في على ملعب على ملعب دريمز الدنيا هتبقى صعبه، لا لينا الفرقه بتعمل انتصار كبير جدا 3-0 بره ارضنا وبنرجع. فخلاص يعني الدنيا كانت باينه ان لا ده في هدف وفي ناس بتموت نفسها عليه وفي تركيز صح. كبير جدا ان الفرقه او اللقب ده هو لقب اول القاب نادي الزمالك مع مجلس اداره في الكوره، وده اللي اتحقق في النهايه. يمكن حتى في ماتش النهائي، ماتش نهائي البركان كان ماتش صعب جدا، تلاقي فرقه كويسه جدا عندها خبره كبيره جدا في البطوله دي، معاها معين الشعباني مدير فني عارف كويس قوي نادي الزمالك، عارف الكوره المصريه بشكل كويس، فده كان مدي صعوبات برضه للمباراه والناس، يعني بس في ناس استسهلت الموضوع شويه او شافت البطوله اتاخدت بسهوله. ده في ناس استسهلت ماتش الاتحاد. ما هو ده الغريب اللي دايما في ماتشات نادي الزمالك، لما الفرقه بتظهر بشكل كويس او لما بتحقق لقب او لما بيحصل انجاز نادي الزمالك، تلاقي الناس بتحاول تقلل من الموضوع. فخلاص احنا المفروض كنادي الزمالك او احنا متعودين على الكلام ده، فخلاص المفروض ما نبصلوش. ليه؟ انت في كل بطوله حتى في كل صفقه هتجيبيها، يعني شوفي الموضوع في ايه بالظبط كمان، لو حتى لو هجيب صفقه لاعب كويس هتحاول تلاقي ناس بتحاول تقلل من الموضوع، مع ان في ناحيه تانية او في اي نادي تاني هتلاقي الموضوع بيتضخم بيتقل بشكل ان انا اللي في انجاز حاصل وبيدوا الحاجه حقها، ده ما بيحصلش مع نادي الزمالك. فاحنا لا، احنا كجمهور نادي الزمالك، الجمهور نفسه بتاع النادي وكاعلام نادي الزمالك ادى البطوله حقها، يعني شفنا الاحتفالات، شفنا الناس اللي اتكلمت على اهميه البطوله لنادي الزمالك في الظروف ديت، شفنا كابتن شيكابالا لما اتكلم على البطوله واهميتها واهميه الاستقرار اللي اديته البطوله، مش بس على الصعيد فريق كره القدم، قال لك ده في استقرار اداري في النادي كله للبطوله دي، اللي البطوله دي ادت للنادي استقرار، الاداره تقدر تشتغل بشكل فيه هدوء في استقرار، نبدا نخطط حتى للموسم الجديد بشكل فيه كده هدوء، نبدا نشوف احنا عايزين نعمل ايه، ما نبقاش فيه ضغوط، ما يبقاش فيه اللي احنا في ازمه حاصله. عارف بيقول لك ده كفايه عليا اللحظه دي انا مش امان. بالظبط، ده بجد انا بعرف افرح، يعني ده ما يقللش مني، يعني فكره ان انا بعرف افرح، بعرف افرح ببطوله برضو بتبقى غاليه عليا، وارد لناس تبقى بسيطه وجهه نظر، هي بالنسبه لي انا كبيره. هي بطوله قاريه، عمر ما البطوله القاريه كانت بطوله بسيطه، لا هي بطوله قاريه، والبطوله القاريه دي ليها انا بتكلم عن الناس بتبقى تحاول تقلل. بالظبط، هو ده في كل الاحوال هيحصل مع نادي الزمالك، يعني انت هتلاقي الناس دايما هتحاول تقلل من اي انجاز بيحصل في نادي الزمالك، في اي بطوله، في اي صفقه، في اي هدف حتى حلو اللاعب بيجيبه، هتلاقي الموضوع بيتحاول دايما يتقلل منه. لكن احنا خدنا بطوله قاريه، بطوله كبيره، بطوله بترجعك تاني على منصات التتويج في افريقيا، بتخليك تلعبي على بطوله تانيه، بطوله السوبر الافريقي، يعني بتخلي تديكي استقرار جوه النادي، كل دي حاجه عوامل النجاح، كل دي عوامل النجاح لازم الناس تبص لها، تقول لك لا والله يا جماعه نادي الزمالك حقق انجاز كبير في فتره كان من بدايه الموسم ما كانش الناس مش داخله بالاستعدادات الطبيعيه او بالاستعدادات اللي هي اللي تاهلك اللي انت تاخدي بطوله، لا قدر نادي الزمالك في الظروف دي يطلع ببطوله وبطوله قاريه، فده انجاز طبعا. ده بقى اللي انا بتكلم فيه يا طلال، انا ما بحسش انه الظروف اللي بيمر فيها او بيمر بيها دايما نادي الزمالك مشابهه لاي ظروف، عشان اقدر انا عشان اتقارن عشان اتحط في منافسه انا لازم تبقى في تساوي. انا بمر بدروبات كتير من وقف قيد لمش عارفه الحاجات كتير، فكون اخد بطوله مع كم هذه المشكلات فدي حاجه تحسب لي.
بالظبط، هو ده اللي بيديك قيمه البطوله بقى، والاحساس وفرحه البطوله اللي انت بتفرحي بالبطوله فعلا. اللي يا جماعه الموضوع ما جاش بسهوله، الموضوع جه صعب، ودي حلاوتها. وانا مبسوطه ان هي جت بصعوبه، وده اللي بيدي الفرحه حقها، اللي انت بتعرف تفرحي فرحه بحاجه تستحق اللي انت تفرحي بيها. اللي انا مش واخد بطوله كده جت بالصدفه، لا يا جماعه انا كنت بعاني وكان عندنا ظروف وغيابات ولاعيبه بتتصاب، وفي وقت صعب جدا نلاقي ازمه طلعت لنا. ده في نهائي الكونفدراليه احمد حمدي اتصاب، الراجل جاب الراجل جاب الجون من هنا اتصاب، جاب الجون اتصاب واصابه كبيره يعني، ربنا يشفيه طبعا يا رب، هو والونش وعبد الشافي يرجعون اقوى كلهم. يعني احمد حمدي في الفتره ان يعني اللي هو كان يعني كله طبعا قدر ربنا، وان شاء الله رب يرجع اقوى، لكن هو كلاعب لما تخيلي مثلا يعني اللي هو ايه، مش عايزين نقول نتخيل عشان ما يبقاش حرام اللي احنا بنتقل في قدر ربنا، لكن هو كلاعب تخيل لاعب لسه جاي نادي الزمالك جاب بطوله، وبطوله غاليه جدا، كنا ممكن نشوف احمد حمدي مستواه عامل ازاي بعد البطوله دي، وثقته في نفسه واداؤه في الملعب، كان الموضوع بقى مختلف تماما. هو اتحسد اتحسد طبعا اتحسد يعني نقول يعني الحمد لله، وربنا ان شاء الله يرجع احسن من الاول باذن الله، وتبقى فتره كلهم ان شاء الله يا رب ان شاء الله يرجعوا احسن من الاول ان شاء الله، وتبقى فتره سهله عليه ان شاء الله باذن الله، وتعدي بسرعه ان شاء الله.